إذن في هذه الحلقة سوف نرى صناعة الدواء أسيتوكال. أسيتو من كلمة أسيتيك أسيد، وكال ثلاث أحرف الأولى من كلمة كالسيوم، أسيتوكال، وهو كالسيوم أسيتيت. إذن والذي هو عبارة عن أسيتات أو خلات الكالسيوم، من الأفضل نقول خلات الكالسيوم ولكن يمكن أن نقول أسيتات الكالسيوم، لتزويد الأغنام ودعمهم ووقايتهم وعلاجهم من نقص الكالسيوم. يعطى مثلا في حالات حمى اللبن، هذا مرض يصيب بالأغنام. صيغته الكيميائية Ca، إذا CH3COO كل اثنين، إذا هي اثنين مواتي لحمض الخل مشتركتان في شاردة كالسيوم واحدة. كنا قد صنعنا الكالسيوم أسيتيت من قبل باستخدام أو عن طريق الكالسيوم أسيتيت الكالسيوم كربونيت، فحميات أو كربونات الكالسيوم. الآن سوف نستخدم كالسيوم الأوكسيد أو كالسيوم هيدروكسيد. المهم نحضر 5 غرامات كالسيوم أوكسيد، مثال، هذا مثال 5 غرامات كالسيوم أوكسيد. إذا هذا هو الكالسيوم أوكسيد، الجير الحي، نشتريه من عند السباكة بالجزائرية الكنكاري، الجير الحي هكذا هو أكسيد الكالسيوم. نضيف له 10.7 غرام حمض الخل هكذا CH3COOH، إذا هذا هو حمض الخل الغذائي بدون ملون 5%، فيعطيني 14.1 غرام كالسيوم أسيتيت زائد 1.6 غرام ماء. إذا هو تفاعل قاعدة زائد حمض يعطينا ملح زائد ماء. أستطيع بنفس الشيء استخدام الكالسيوم هيدروكسيد، إذا 6.6 غرام كالسيوم هيدروكسيد زائد 10.7 غرامات أسيتيك أسيد حمض الخل، فيعطيني 14.09 غرام كالسيوم أسيتيت زائد 3.2 غرام ماء. نفس الشيء، هي 5 غرامات كالسيوم أوكسيد لما تضعه في الماء، هو أصلا راح سنضعه في الماء، إذا أوتوماتيكلي ذاتيا سوف يصبح كالسيوم هيدروكسيد. نفس الشيء 5 غرامات كالسيوم أوكسيد مع 10.7 غرام حمض الخل، أو 6.6 غرام كالسيوم هيدروكسيد مع 10.7 غرام حمض الخل، نفس الشيء يعطونا في كلتا الحالتين 14.1 غرام كالسيوم أسيتيت. لماذا؟ لأنه 6.6 غرام كالسيوم هيدروكسيد، هذه 6.6 كالسيوم هيدروكسيد هي نفسها كالسيوم أوكسيد مطفي، 5 غرامات كالسيوم أوكسيد مطفية بالماء، 1.6 غرام هي 1.6 غرام هي بالضبط 1.6 غرام، ليس أقل من ذلك، ولكن أيضا مع وفرة من الماء، إما 1.6 غرام أو أكثر لا يهم. إذا إما تستطيع استخدام الكالسيوم أوكسيد وتضعه في الماء، إما يكون لديك الكالسيوم هيدروكسيد وتحسب بالضبط شحال تحتاج، كم تحتاج. إذا سوف نستخدم الكالسيوم أوكسيد، سوف أزن 5 غرامات كالسيوم أوكسيد، هذه بالنسبة للكالسيوم أوكسيد. أنا حمض الخل الأسيتيك أسيد الذي لديه هو 5% وزن على حجم، حمض الخل الغذائي 5%، 5 درجة يعني، كل 100 مللتر فيها 5 غرامات، وأضع تحت ال 5 غرامات 10.7 غرام التي أحتاجها، هذه يقابلها المجهول X، X يساوي 10.7 ضرب 100 تقسيم 5، X يساوي 214 مللتر، تقريبا 215 مللتر. إذا سوف أفاعل 5 غرامات أكسيد الكالسيوم الذي هو الجير الحي مع 214 حمض الخل، 214 مللتر حمض الخل. الآن نزن 5 غرامات أكسيد الكالسيوم، إذا هذه 5 غرامات أكسيد الكالسيوم نحضرها إلى هنا ونضعها داخل هذا الإناء، هكذا نضيف عليها على الأقل 1.6 مللتر من الماء أو وفرة من الماء، سوف أضيف عليها مثلا 100 مللتر من الماء. إذن يتحول لي أكسيد الكالسيوم إلى هيدروكسيد الكالسيوم، طبعا هيدروكسيد الكالسيوم لا ينحل في الماء، سوف يشكل لك معلق.
الآن باستخدام هذا الفنجان البلاستيكي المدرج سوف أخذ 214 مليلتر من حمض الخل 5%. إذن هذه 40 مليلتر الأولى. هذه 40 مليلتر الثانية. لاحظ كيف المعلق بدأ يختفي وبدأ يظهر اللون الشفاف، لون الكالسيوم أسيتيت، محلول الكالسيوم أسيتيت. 40 مليلتر الثالثة. لحد الآن نحن أضفنا 120 مليلتر. 40 مليلتر. الرابعة هكذا 160 مليلتر. إذن 40 مليلتر الخامسة هكذا 200 مليلتر، ونضيف 14 مليلتر أخرى. هذه 14 مليلتر. الآن نخلط. الآن نخلط. إذن جهز معي تجهز معي أصبح جاهز هذا الكالسيوم أسيتيت. طبعا هو ليس لونه شفاف بالضبط، ولكن لأنه مصدر أكسيد الكالسيوم هو أكسيد كالسيوم البناء الجير الحي المستخدم في التنظيفات والتعقيم والبناء، وبالتالي لا يكون نقي 100%، هو ليس أكسيد الكالسيوم 100%. الآن يمكن الترشيح، نقوم بالترشيح. الآن أنا أقوم بالترشيح. انظر كيف يعني هو يعني شفاف أكثر من هذا. طبعا ماذا لو يعني ليس لدي حمض الخل 5%، نفرض أنه لدي حمض الخل مثلا 98%، يباع يعني الكوميرشال جريد يعني أو مثلا الفود جريد بالفرنسية الجراد أليمونتير حمض الخل 98% أو 99%، هكذا نفرضه 98%. ماذا تقوم؟ اكتب 100 مليلتر هنا فيها 98 غرام حمض الخل، وضع الكمية التي تريدها هنا ويقابلها المجهول، مثلا هذا المجهول واي. واي يساوي 10.7 ضرب 100 تقسيم 98. إذا y يساوي 10.7 ضرب 100 تقسيم 98، وأحسب بالآلة حاسبة. هكذا أجد كم من مليلتر، هنا الغرام تحت الغرام والمليلتر تحت المليلتر، ولكن إذا كان مركز يجب أن أخففه بالماء وأضيفه إلى أكسيد الكالسيوم أو كربونات الكالسيوم بالتدريج. إذن انظر كيف بعد الترشيح نزعنا هذاك المادة السوداء. إذن محلول شفاف تماما. إذن هذا هو كالسيوم أسيتيت في هذه الكمية من الماء، منحل 14.1 غرام، 14.1 غرام كالسيوم أسيتيت. إذن هذا كان فيما يخص تصنيع المنتج أو الدواء أسيتوكال، والذي أسسه كالسيوم أسيتيت لدعم الأغنام ووقاية معالجها من نقص الكالسيوم. إلى اللقاء.